نحن في هذه المنطقة الباريسية التي يسكنها غالبية من الفرنسيين المهاجرين ومن المقيمين الأجانب ومن اللاجئين الشرعيين وغير الشرعيين. هؤلاء يزداد منصوب القلق لديهم كلما اقترب موعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك خوفا وتحسبا من حصول التجمع الوطني أي أقصى اليمين على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. لدي طفلان وأخاف عليهما، كما أنني أخاف على المستقبل وعلى الأشخاص الذين أعرفهم ويأتون من بلدان أخرى. مسلمي فرنسا قلقين كثير من اليمين المتطرف ووصوله إلى أبواب الحكم، وحتى نقول فيه ذعر منذ دور صبر الآراء أعطت لليمين المتطرف إمكانية حصول على الأغلبية المطلقة. فطروحات أقصى اليمين أي حزب التجمع على وطني مثل منع الزواجية الجنسية ومنع هؤلاء من تسلم المناصب الحساسة وأيضا تجديد إجراءات الهجرة ولم الشمل وغيرها من الطروحات جعلت هؤلاء يخشون ويخلقون عما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة. يجب أن نذكر يعني المشاهد بأن هناك أكثر من 19 مليون فرنسي من أصول أجنبية، يعني الأصول الأجنبية هنا ليس فقط من المغرب أو من إفريقيا أو الدول المغربية أو الإفريقية، بل حتى من الدول الأوروبية أو غيرها. وبالتالي عدد يعني حاملي الجنسية المزدوجة يعني كثيرون في المجتمع الفرنسي. فنظريا نعم تستطيع الجبهة الوطنية إقرار بعض المراسيم يعني التضييق على منح الجنسية الفرنسية، ولكن لن يستطيعون يعني سحب الجنسية الفرنسية أو يعني وضع خيار للفرنسي الذي يحمل أكثر من الجنسية لاختيار جنسية واحدة. فهذا تطبيقيا يعني هو يعني ضد القانون الفرنسي وضد أيضا اللوائح الأوروبية وقانون حقوق الإنسان. وكانت برزت خلال الأيام الأخيرة دعوات لهذه الفئة للتصويت بكثافة يوم الأحد المقبل ضد التجمع الوطني، ولا سيما من أئمة المساجد أبرزهم إمام مسجد باريس الكبير وشخصيات دينية مسلمة ويهودية ومسيحية، وذلك لمنع وصول التجمع الوطني أي أقصى اليمين إلى الجمعية الوطنية، وذلك في 7 يوليو المقبل. توني شمي الحرة باريس.